الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. نأتي بعد هذا إلى درس النحو. تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد، أليس وصلنا هنا؟ إلى مؤكد وغير مؤكد. قال المؤلفون رحمهم الله ونفعنا الله بعلومهم جميعا آمين: إذا أردت أن تأمر إنسانا بالكتابة أمرا مؤكدا تقول له اكتبا. الأمر المجرد من غير تأكيد اكتب، طلب الكتابة. أما إذا أردت أن تأمره أمرا مؤكدا فتقول ماذا؟ اكتبا أو لا تكتبا أو اكتبن أو لتكتبن أو اكتبن أو لتكتبن، فتلحق بالفعل نونا ساكنة أو مشددة بنسميها إيه؟ يبقى نون التوكيد. يبقى هذا حرف ولا اسم؟ حرف. يبقى نون التوكيد لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب، لأن نحن قلنا دائما متى قلنا حرف يبقى لا محل له من الأعراب، متى قلنا اسم لابد أن تجعله محل من الأعراب، متى قلت فعل لابد ماذا؟ أن تبين هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور وإلى ما هنالك، مبنيا أو ماذا غير مبني أو معربا. نعم نعم، منصوبا أو مرفوعا أو مجزوما، فهمت إزاي؟ وإذا كان اسما لابد أن تبين حركة إعرابه من رفع أو نصب أو جر، فهمت شلون؟ الاسم مخصوص ماذا؟ بالجر، والفعل ينفرد به بالجزم. فتلحق بالفعل نونا ساكنة أو مشددة، فهاتان النونان يقال لهما نون التوكيد، وتسمى الأولى نون التوكيد الخفيف والثانية نون التوكيد الثقيلة، وهما لتوكيد الحدث المطلوب فعله أو تركه في الحال أو الاستقبال، ولذلك لا تؤكد بهما الفعل الماضي، لا يؤكد بهما الفعل الماضي ولا الاسم. نعم، ويؤكد بهما الأمر إذا استدعى الحال ذلك، أنه اصبرن على أذى الجار ولا تعطين الفقير صدقة. لو أن اصبرن اصبرن يبقى إيه؟ نعربه ماذا؟ اصبر فعل أمر مبني على السكون، مش كده؟ يبنى على السكون وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيف. ليه؟ لأن دائما الأمر يبنى على السكون قولا واحدا، الفعل الماضي يبنى على إيه؟ على الفتح قولا واحدا، الفعل المضارع متى يبنى؟ في حالتين. فعل المضارع متى يبنى؟ في حالتين. إمتى؟ إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو نون النسوة. ويؤكد بهما الأمر. أي أي
أي هذا يعني كلام ابتداء للمبتدئين، لكن التحقيق أن الماضي لا يأتي ماذا مبنية على السكون، وإنما يأتي دائما مبنية على الفتح، وسكن لاتصاله ماذا بتاء الفاعل، أو سكن لاتصاله بضمير رفع متحرك، وهكذا. هذا الصواب في المسألة، كما لو قرأت في الجزء الثاني الذي مر معنا لرأيت ذلك واضحا. ويسكن قال، قال ويؤكد بهما الأمر إذا استدعى الحال ذلك، مثل اصبرن على أذى الجار. أي الحال ذلك؟ يعني أنت قلت له اصبر على أذى الجار، لو قلت له اصبر على أذى الجار مش حيصبر، لأنه عنده ماذا؟ ملل وعنده ضجر. لكن تأكدت له الكلام وقلت له ماذا؟ اصبرن على أذى الجار، هو فاهم. لما قلت له اصبرن على أذى الجار، أو قلت له لا تصبرن على أذى الجار، فهمت ازاي؟ وهكذا، هذا كله كلام يؤكد. طيب، لتعطين الفقير صدقة. وأما المضارع فيجب توكيده بهما إذا كان جوابا لقسم، متصلا بلامه، مثبتا مستقبلا، مثل والله لا أسافرن غدا. يبقى هناك إذا توكيد الأمر خلاص مش الحال، لتعطين، اصبرن، فهمت ازاي؟ لتعطين، هو جاب الأمر من أين؟ جاب من لام، من لام الأمر، لام الأمر لي، لي، لتعطين، فهمت عن شلون؟ وأما المضارع فيجب توكيده بهما إذا كان جوابا لقسم، متصلا بلامه، مثبتا، مستقبلا، مثل والله لا أسافرن غدا، والله لا أسافرن غدا. الواو حرفه إيه؟ قسم. اللفظ الجلالة مجرور بواو، واو القسم، متعلقان، جار مجرور متعلقان بإيه؟ بفعل محذوف تقديره إيه؟ أقسم. طيب، لا أسافرن، اللام إيه هنا؟ لام التوكيد، لام التوكيد. طيب، أسافرن، أسافر مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، بنون التوكيد الثقيلة. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره إيه؟ في أيوة، في محل رفع فعل، غدا مفعول فيه ظرف زمان. طيب، إذن يقول الشيخ خلينا نطبق الوجوب ده، فيجب توكيده بهما إذا كان جوابا لقسم. جاء جوابا لقسم من هنا، والله أو جواب قسم، لا أسافرن، متصلا بلامه، فهمت شلون؟ لكن لو قال والله لسوف، لسوف أسافرن، ما ينفعش، لأن إذا نكون متصلا بلامه، مثبتا، فهمت شلون؟ يعني لو جاء منفيا لا يصح في هذه الحالة تأكيد المضارع. مستقبلا، لما قال غدا لم يقل الساعة، إنما قال إيه؟ غدا. ويمتنع توكيده بهما إذا كان جوابا لقسم لم تتم فيه الشروط المذكورة، نحو والله لسوف أسافر، والله لسوف إيه؟ أسافر. لما امتنع التوكيد هنا؟ لأن اللام الفعل لم يتصل ماذا؟ بلامه، الفعل لم يتصل إيه؟ بلامه، لسوف. طيب، أو لا أقوم الآن، والله لا أقوم إيه؟ الآن. ما هو الذي اختل هنا من الشروط؟ الاستقبال. نعم، اختل الاستقبال. وتالله لا يذهب العرف بين الله والناس. أين الشرط هنا الذي اختل؟ جاء منفيا، جاء إيه؟ منفيا، لا يذهب. طيب، ثلاثة، ويجوز التوكيد وعدمه في غير ذلك. يبقى كلامنا الأول كله في الوجوب، متى يجب توكيد الفعل المضارع؟ إذا كان جوابا لقسم، متصلا بلامه، مثبتا إيه؟ مستقبلا. احفظوها هذه يا شباب، متى يجب توكيد الفعل المضارع؟ إذا كان جوابا لقسم، متصلا بلامه، مثبتا مستقبلا. جميل، ماشي. قال ويجوز التوكيد وعدمه في غير ذلك على حسب مقتضى الأحوال، نحو لا تدنون من الأجرب. لا، لا إيه دي؟ ناهية، ناهية جازمة ولا لا ولا نافية؟ جازمة. طيب، تدنون يبقى فعل إيه؟
يبقى فعل اسم، إذن فعل مجزوم مش كده ولا لا؟ لكن هنا لما قلنا لما جاء اتصل بنون التوكيد أصبح إيه؟ مبنيا. يبقى فعل مضارع مبني اسم ماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم إيه؟ بلا الناهية. وضحت ولا نعيدها تاني؟ طيب نحن مش قال لك الفعل مضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب لما دخلت عليه نون لا الناهية، دخلت عليه لا الناهية ولا الناهية جازمة، طب في الحالة دي هتقول فعل مضارع مجزوم أو تقول هتقول فعل مضارع مبني؟ بالأساس لما نقول مبني تقول فكما هو الحال تقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، فهمت ازاي؟ في محل جزم بلا الناهية. لا الناهية إلها محل من الأعراب يا شباب؟ الناهية إلها محل من الأعراب؟ الناهية لا محل لها من، لأنها إيه؟ لأنها حرف، والحروف لا محل لها إيه؟ لكن الضمائر إلها محل من الأعراب؟ الضمائر، أي ضمير اسم، ومتى كان اسم إذن له محل إيه؟ من الإعراب. يبقى أخذنا فائدة جميلة اليوم يا شباب. نعم أي نعم. هو زيد، هو زيد، فهو ضمير متصل منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، زيد خبر. أعطيتك الكتابة، أعطى، فهمت ازاي؟ والتاء فعل وفاعل، والكاف مفعول به. مررت بك، فالباء الكاف حرف مجرور بالباء في محل جر بالباء. فهذا معناها كلمة كلها الحروف والضمائر أسماء لها كلها محل من العرب، لكن لما تقول اسم، لما تقول حرف، يعني خليك على طول لا محل له من العرب. أنت عم تقول حرف، إذن لا محل له من العرب. ليه؟ لأن معناه في غيره، معناه إيه؟ في غيره. تقول جلست في المسجد، في المسجد، في هذا معنى الظرفية، لكن تمام هذه الظرفية فين؟ في المسجد، في المجهول الذي بعده. فتقول في له محل من الأعراب، حرف جر لا محل له من الأعراب. لما تقول كلمة حرف إذا يبقى لا محل له من الأعراب، ما تقولش فاعل مفعول ظرف، لا، طالما هو حرف. لكن لو كان اسما أو ظرفا يبقى له محل من الأعراب. طيب نكمل بعدين، نعيد نلخص شوية هذا الدرس اليوم. قال والفعل المضارع توكيده إذا أسند للاسم الظاهر أو ضمير الواحد فتح ما قبل النون، سواء كان الفعل صحيحا أو معتل الآخر، مثل لينصرن علي، فتح ما قبل النون. والفعل المضارع توكيده إذا أسند للاسم الظاهر أو ضمير الواحد فتح ما قبل النون، نحو سواء كان الفعل صحيحا أو معتل الآخر، مثل ينصرن علي. أين الشاهد هنا؟ ما قبل آخره الراء، فجاءت ماذا؟ نعم، أو لينصرن. نعم، إذا أسند اسم الظاهر لينصرن علي، أو لينصرن، أو لينصرن علي أخاه. طيب، أو ليدعون، ولا يرمين، ولا يسعين، فهمت ازاي؟ فيبقى لا ينصرن او لا ينصرن. المهم فتح ما قبل النون وجوبا. طيب، واذا اسند لالف اثنين شددت النون وجوبا وكسرت، نحو لا ينصراني، ينصراني، نعم، لانها اصل باصل الفعل، فهمت ازاي؟ هما ايه؟ ينصراني، هو ينصر، وهما ايه؟ ينصراني، هما ينصراني. ادخلنا عليها لام التوكيد، لام التوكيد مع النون، فقلنا ايه؟ لا ينصراني، لا ينصراني. ليه؟ قال في ثلاث نونات هنا، نون الرفع، نون الرفع في الفعل، فهمت ازاي؟ ونون التوكيد الثقيله، ماشي، أو نونين إذا أردنا بها نون الخفيف. وإذا أسند، خلينا نعيدها، وإذا أسند لألف اثنين شددت النون وجوبا وكسرت، نحو لا ينصراني. طيب اللام لام التوكيد، ينصراني فعل إيه؟
فعل مضارع مرفوع ولا مبني ولا مرفوع؟ مرفوع. لثبوت النون المقدرة. المقدرة، فهمت ازاي؟ او لتوالي الامثال تمشي، او المقدرة، فهمت ازاي؟ ليه؟ لان عندنا ثلاث نونات، لأننا قلنا لا ينصراني ولا يدعواني، يبقى هنا يدعواني فعل. طيب لما لم نبني الفعل هنا؟ لان النون غير مباشره. ايوه، لا، لان النون هنا نون الفاعل، علامه الرفع، النون علامه الرفع، مش كده؟ لما تقول زيد علامه الرفع ايه؟ التنوين، زيد، فهمت ازاي؟ لما تقول اسم الولدان، يبقى النون هنا قائمة مقام التنوين فيما هو كالاسم المفرد. النون في المثنى قائمة مقام التنوين فيما هو كالاسم المفرد، يعني يبقى النون دي علامة الرفع، وان هو التنوين هنا علامة الرفع. عشان تعني شلون؟ جاء زيد، جاء الزيداني، جاء ايه؟ الزيداني. الزيداني فاعل، وعلامة رفعه ماذا؟ الزيداني فاعل، وعلامة رفعه ايه؟ الألف، فهمت شلون؟ لكن لما تقول هنا اسم طيب ماشي، فإذا أسند لألف اثنين شدت النون وجوبا، وكسرت نحو ينصر لا ينصراني، فلما تقول أنت فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ ينصراني، ثبوت النون، لأنهم من الأفعال الخمس والألف فاعل. يبقى الفعل هنا لما قلنا لا ينصراني ليس مبنيا، وإنما وإن كان مضارعا، لأنه لم يكن هناك اتصال بين إيه؟ بين الفعل والنون. ما الذي فصل بينهما؟ الألف والنون، فصل بينهما الألف إيه؟ والنون. أو لا يدعواني، أو لا يرمياني، أو لا يسعياني. وإذا أسند إلى واو الجماعة ضم ما قبل النون، وحذفت من المعتل الآخر آخره مطلقا، وحذف من المعتل الآخر آخره مطلقا، وحذفت أيضا واو الجماعة إلا مع المعتل بالألف، فتبقى محركة بالضمة، نحو لا ينصرن ولا يدعن ولا يرمن ولا يسعون. شايف الشيخ دخل معانا الشيخ الغميء اليوم، دسم مش كده ولا لا؟ لأن فيها شوية مسائل صرفية، فتحتاج شوية إلى انتباه بس، وإلى يعني تركيز. قال وإذا أسند إلى واو الجماعة، نتكلم الآن عن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، نعم، وأسند إلى واو الجماعة. قلنا إذا أسند إلى الاثنين يبقى في هذه الحالة نقول ماذا؟ يرمياني، لا يدعواني، لا إيش، لا يسعياني، ماشي، ما فيش مشكلة. دي جئنا إلى واو الجماعة، قال ضم ما قبل النون، ضم ما قبل النون، خلينا لا ينصرن، ها هي ما قبل النون، مضموم ولا لا؟ مضموم. وحذف من المعتل الآخر آخره، لا يدعن، مش معتل بالواو، يبقى لا يدعن، أصل هي لا يدعون، لا يدعون. طيب مطلقا، وحذفت أيضا واو الجماعة إلا مع المعتل الآخر بالألف، يبقى هنا حذف من المعتل الآخر آخره مطلقا، وحذفت أيضا واو الجماعة، يبقى هنا لا يدعن، فهمت ازاي؟ فيها حذفان، لا يدعن فيها إيه؟ حذفان. الحذف الأول هي حرف العلة، فهمت ازاي؟ والحذف الثاني حذفت ماذا؟ واو الجماعة، واو الجماعة. طيب ماشي، وحذفت أيضا واو الجماعة إلا مع المعتل بالألف، فتبقى محركة بالضمة، مثل لا يسعون، لا يسعون. ماشي، يبقى نحن في هذه الحالة لما نقول لا ينصرن، نصر ينصر، نصر إيه؟ ينصر، هم ينصرون، صح ولا لا؟ هم ينصرون، ماشي، أدخلنا عليها لام التوكيد، لا ينصر، وجئنا بأدب نون التوكيد أيضا، لا ينصرن، هم لا ينصرن، حذفنا الواو الفاعل، فهمت ازاي؟
وأبدلنا علامة عليها الضمة علامة عليها، واتصل الفعل ماذا؟ بالنون، بنون التوكيد، فيبقى هنا فعل مضارع، فهمت شلون؟ مرفوع، فهمت ازاي؟ وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، لأن عندنا بقى عندنا ثلاث نونات، ماشي؟ دي حاجة. طيب ونون التوكيد ماذا؟ الثقيلة، لا محل لها ايه؟ من الإعراب. والواو المحذوفة في ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تصورتوها اخواننا؟ نعيدها تاني. اصلها ينصرون، هنجيب فعل الصحيح اولا، اصلها ايه؟ ينصرون. وضحت؟ اكتبوها عندكم على الوحدة، على الورق. ينصرون، اكتب عندك ينصرون على ورق. ينصرون، ماشي. حط سهم بعدها. نعم، حط بعدين ينصرون، وبعدين بعدها ناء أخرى تانية مشددة، فهمت ازاي؟ ينصرون ان، فهمت ازاي؟ لما توالت الأمثال نجي دلوقتي أصبح عندنا ينصرون ن، النون الأولى نون المضارعة علامة الرفع، والنون الثانية نون إيش؟ التوكيد، لا ينصرون، ماشي؟ طيب شطب على النون، نون الرفع، شطب على نون الرفع اللي هي النون الأولى، أعمل عليها هيك علامة حذف بطريقة. شو بقي معانا؟ بقي معنا الواو، حنقراها ازاي؟ لا ينصرون، لا ينصرون، مش كده ولا لا؟ طيب التقى ساكنان الواو والنون، ايهما نحذف؟ أن نحذف ما سبق. ليه نحذف الواو وليس النون؟ أن نحذف الواو لانها ساكنه، فهمت؟ ولها علامه تدل عليها اللي هي ايه؟ الضمه. يبقى حيبقى الفعل ايه لما نحذف الواو؟ لا ينصرن، لا ينصرن. طيب نيجي نعربها، قال ينصرون زي ما مر معنا سابقا، لا ينصرون واللام للتوكيد، وينصرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة ليه؟ لتوالي الأمثال، ماشي. وبعدين وعندنا الواو المحذوفة ضمير متصل في محل رفع ايه؟ مبني على السكون في محل رفع فاعل، والضمة قبلها دايون عليها، ويبقى يكون نحن في هذه الحالة. لما الفعل هنا لم يأتي مبنيا مع أنه مضارع؟ والقاعدة تقول أن الفعل الأمر مضارع إذا اتصل بنون التوكيد ماذا؟ يكون مبنيا. لما لم يبنى الفعل هنا؟ لم يبنى الفعل هنا لأن نون التوكيد لم تتصل بالفعل المضارع، وإنما حال بينها وبين الفعل واو الجماعة أو ألف اثنين ونون الرفع، ماشي. نجي لبعدها، ولا يدعن، ولا يدعن، لا يدعن. أصل الفعل إيه؟ يدعون، هم يدعون. اكتبوها تحت عندكم، يدعون، يدعون. يا ريت على ورقة، أحسن، أحسن من الكتاب لو عندك ورقة. يدعون، مش الفعل كده ولا لا؟ طيب لما نقول يدعون فعل إيه؟ مضارع مرفوع ماذا؟ بثبوت النون، مش كده ولا لا؟ وعلامة طبعا مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوته ايه؟ النون. بس بعدين حط بعد يدعون، حط سهم وجيب بعدها ايش؟ يدعو، يدعون، ن، يدعون، فهمت ازاي؟ احنا قلنا يدعون بالاول في حذف، مش كده ولا لا؟ هذه الواو، واو ايه؟ واو الجماعة. وأين واو الفعل؟ قالوا حذفت واو الفعل، حذفت واو الفعل لأنها حرف علة، لأنها حرف إيه؟ علة. أصل الفعل هي يدعو، يدعو أصل الفعل، وأدخلنا عليها واو الجماعة صار عندنا واوين، يدعو زي ما تقول يذهبوا. فالواو هي في السلم الصرفي
هي تحت مثلا يفعل يدعو، فاللام الواو هي لام الفعل، فهمت؟ الواو هي لام ايه الفعل، فلما تقول يدعو يبقى ايه يدعون، يدعون حذفنا لام حرف الواو حرف الفعل، العلامة الواو حرف العلة حذفناها لعلتها، فهمت ازاي؟ فأصبحت ايش يدعون، لما تقول يدعون، يدعون وزنها ايه؟ يدعون على وزن ايه؟ يدعون على وزن يفعون، يفعون. لما على وزن يفعون؟ لأن حذفنا الواو اللي هي لام الفعل، التي هي لام ايه؟ أصل الفعل، هي لام الفعل الواو المحذوفة. طيب لما قلنا يدعون في هذه الحالة أدخلنا عليها نوع التوكيد، نوع التوكيد يبقى حنعمل زي ما عملنا في ماذا؟ ينصرون. يبقى عندنا نونين ولا لا؟ نون الفعل علامة الرفع، علامة الرفع في الفعل، والنون التوكيد. طيب لما توالي الأمثال حنعمل إيه؟ حنحذف نون علامة الرفع، فأصبح الفعل إيه؟ يدعون، يدعون. برضو كمان واو الجماعة، فهمت إزاي؟ ساكنة، والنون المشددة ساكنة، فهمت إزاي؟ التقى ساكنان فحذفنا واو الفاعل، فأصبح الفعل إيه؟ لا يدعن، لا يدعن. يبقى عندنا محذوفات كثيرة، حذفنا بالأول حرف العلة، حذفنا بعد ذلك نون توالي الأمثال، حذفنا بعد ذلك واو إيه؟ واو الجماعة لالتقاء الساكنين. ماشي يا شباب؟ فهذه جميلة المسألة دي. طيب أو لا يسعون، لا يسعون. طيب قال وحذفت أيضا واو الجماعة إلا مع المعتل بالألف تبقى محركة بالضمة. لا يسعون، لا يسعون. سعى يسعى، سعى يسعى. هم إيه؟ هم يسعون، هم يسعون، هم يسعون. فالواو إيه؟ الواو الموجودة معانا واو الفاعل، واو الفاعل، هم يسعون. طيب عاوزين نأكد الفعل ده، فهمت شلون؟ نقول لا يسعون، حذفنا النون علامة الرفع لتوالي الأمثال، وحركنا واو الجماعة بالضم، فهمت ازاي؟ ولم نحذفها، حركناها بالضم. لماذا؟ لأن لما حركناها بالضم سلمت من الحذف، فهمت علي شلون؟ لما تقول الاسماء الأصل هي يسعون، بعدين لما دخلنا عليها نون التوكيد أصبحت لا يسعون، لا يسعون. ليه لا يسعون؟ قال لما تحركت بالضم نقلنا حركة العين إليها فأصبحت محركة بالضم. فطبعا تقول لي أنت لما حركنا هنا ولم نحرك هنا؟ نقول هذا كله كلام تعليل، وإلا فالأصل هو إيه؟ السماع. السماع من إيه؟ من العرب. السماع من العرب، فاللغة أصلها السماع. إذا أنا عاوز أعرف من إخواننا أن ننتبه ونعرف إعراب الفعل المضارع إذا اتصلت به، إذا دخلت عليه ماذا؟ نون التوكيد، فهمت إزاي؟ فإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح كما هو شأن الفعل المضارع، وإذا لم تتصل به نون التوكيد يبقى في هذه الحالة يظل معربا، وإنما له تغيرات بحسب الحال، كأن يكون مسندا لألف المثنى أو مسندا لواو الجماعة. وإذا أسند إلى ياء المخاطبة كسر ما قبل النون، وحذف من معتل الآخر آخره مطلقا، وحذفت أيضا ياء المخاطبة إلا مع المعتل بالألف فتبقى محركة بالكسرة، نحو لا تنصرن ولا تدعن ولا ترمن ولا تسعين. ماشي؟ يعني خلينا ناخذ واحدة بس مثال. لا تنصرن أصلها الفعل مضارع إيه؟ تنصرين، أنت تنصرين، فعل مضارع مرفوع مش كده ولا لا؟ وعلامة رفعه ثبوت النون لأن مضارعه من الأفعال، لأنه من الأفعال، لأنه هو من الأفعال الخمس. طيب والياء إعرابها إيه؟ الياء ياء المخاطبة مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب لا تنصرن، بعدين أصلها لتنصرينن، لتنصرينن، تنصرين، تنصرينن، فهمت عن شلون؟ حذفنا النون نون الرفع لتوالي الأمثال. العرب استثقلت ثلاث نونات وراء بعضها فحذفت الأولى فأصبحت، ثم حذفت
ياء المضارعة، ياء المخاطبة، أصح لتنصرينه، فلما التقى ساكنان حذفنا إيه الياء لدلالة الكسرة قبلها عليها، فقلنا لتنصرينه ولا تدعينه ولا ترمينه ولا تسعينه، يعني فعل هنا في المخاطبة كما فعلنا في واو الجماعة. وإن كان مستندا لنون النسوة زيدت ألف بينهما وبين نون التوكيد، وكسرت نون التوكيد لوقوعها بعد الألف، نحو لا ينصرناني ولا يدعوناني ولا يرميناني ولا يستعيناني. طيب لا ينصرناني النسوة وإيش ينصرنا، النسوة وإيه ينصرنا، يبقى ينصرنا فعل إيه مضارع، مبني ولا معرب؟ مبني صح، مبني على السكون اتصاله بنون نسوة. طيب والألف فارقة، طيب والنون بعدها مكسورة، نون التوكيد، نون التوكيد. والأمر كالمضارع في جميع ما ذكر، مثل أنصرن وادعون وارمين واسعين، وانصران وادعوان وارميان واسعيان، وانصرن وادعن وارمن واسعون، وانصرن وادعن وارمن واسعين، وانصرنان. يعني هالمسألة شوف ما أحلاها، يعني لو سألت طالب علم كده على حين غفلة وقلت له وانصرناني، فكيف يفرق بين وانصراني المثنى وانصرناني جمع النسوة؟ فانصرناني هذه جمع ايه النسوة، لأنها أصلها انصرنا، فلما أدخلنا عليها نون التوكيد فقلنا وانصرناني. طيب وادعوناني وارميناني واسعيناني. ولا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد ألف الاثنين ولا الألف الفارقة، مش قلنا الفارقة شباب؟ ولا الألف الفارقة بين نون الإناث ونون التوكيد. وهذا موقف حسن، إلا أنه يحتاج شباب إلى أن يعني مزيدا من العناية، لأن هذا الكتاب مع صغر حجمه لكنه فيه علم كثير ويغني عن كتب كثيرة مطولة، الكتاب الدروس النحوية. فأنا بقول يا ريت يعني خذ ورقة أو دفتر واكتب فيه تمرين، واكتب هذه والأمر كالمضارع في جميع ما ذكر، اعرب هذه الأمثلة كلها والأمثلة السابقة كلها، يصبح عندك دربة إذا أسند النون التوكيد إلى المضارع المفرد، مضارع المثنى، مضارع الجمع، والمضارع في هذا لم يكون الفعل معتل صحيحا أو معتلا بالواو أو معتلا بالألف، ثم بعد ذلك تعالى إلى الأمر فأسند نفع نفس الأفعال برضو إلى الأمر، وعندك نون النسوة، وهذه كلها ماذا فيها فوارق دقيقة وفيها فوائد جليلة، يا ليتنا أن نهتم فيها، لأن حياة العلم بالمذاكرة والاهتمام. وهذا موقف حسن، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرة. ولقاؤنا إن شاء الله تعالى ليس غدا، وإنما لكوني غدا سأسافر إن شاء الله إلى العمرة بإذن الله تعالى، سيكون لقاؤنا بعد 10 أيام، أعني بهذا ليس السبت المقبل وإنما السبت الذي بعده إن شاء الله، نعود إلى مجلسنا إن شاء الله. قولوا جميعا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها، الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله، وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، ده أنا والله.
بدعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله.